السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باتنين جنيه ونص هيكون عندنا سماد طبيعي جميل هيفيد النباتات اللي عندنا في المنزل وفوق الأسطح، وحاجة رخيصة جدا جدا. ليه؟ احنا عملنا حلقة الفلفل وحلقة الطماطم، فلازم ندي نعرفكم بالأسمدة عشان يبقى عندنا زراعة جميلة وحلوة وطعمة ولذيذة وناكل أكل صحي. مع بعض نشوف ايه هو موضوع حلقة اليوم. أهم شيء تعمل اللايك وتنشر حلقات القناة في كل مكان عشان الناس تعرف المعلومة الطيبة. يلا مع بعض. سماد اليوم هو الخميرة والعسل، هو الخميرة والسكر، هو الخميرة والملاس، أي مكان مات السكرية. طب نعرف إيه ليه الخميرة يا باشمهندس؟ الخميرة من الأسمدة البسيطة المتوفرة في كل بيت، كل بيت عنده الأظرف بتاعة الخميرة الفورية. اي فرن بلدي عنده الخميره البيره، هات منها قول له ب2 جنيه ونص يا حاجه، وب2 جنيه الظرف ده كله 12 جرام ب2 جنيه ونص. طب فايده الخميره والعسل ايه؟ او فايده الموضوع ده ايه؟ اهم حاجه عندي تعرفوا النقط التريكات الصغيره اللي بحب اقولها لكم في كل حلقه. الخميره ميكروبات او كائنات دقيقه مش بنشوفها بالعين المجرده. الحبوبات اللي انت بتشوفها دي ده موضوع كبير، تمام، بتعمله المصانع، لكن الهدف منه لما بيتغذى على الماده السكريه اللي هو السكر او العسل الاسود بيحصل ايه؟ الخميره بتاكل السكر او العسل، تتغذى، بعد فتره بتطلع النواتج بتاعتها. النواتج بتاعتها دي بقى اللي احنا عايزينها، اللي هو السيتوكاينين والاوكسينات والاحماض الامينيه، بجانب ان الخميره غنيه جدا بالبوتاسيوم والفوسفور وعناصر صغرى كتيره جدا جدا من ضمنها الحديد. فبالتالي الناس اللي عندهم انيميا او الناس اللي عندهم ضعف او الناس اللي عندهم نحافه وعايزين يتخنوا يقول لك استعمل الخميره، احنا ما لناش دعوه بيها، خلينا في الزراعه. طيب لما اجي بستعملها للنبات بتفيد ايه؟ احنا قلنا اوكسينات وسيتوكاينين وجبريليك، الحاجات دي كلها بتعمل على استطالة الخلايا وانقسام الخلايا، يعني خلايا النبات بتنقسم وبتستطيل، فالنبات يكبر ويرعرع ويديني نمو خضري جميل وكويس. وقت التزهير يديني زهور حلوة وحجمها حلو، وقت الثمار يديني ثمرة كويسة. طب ينفع رش؟ ينفع رش. ينفع تسميد أرضي؟ ينفع تسميد أرضي. طب نعرف بقى ازاي نشتغل؟ يلا مع بعض. زي ما انتوا شايفين عبوة خميرة فورية 12 جرام. اهي نحط قدها سكر، يعني قيمة معلقتين، المعلقة بتاعت الشاي الجميلة دي تقريبا حوالي من 5 جرام ل 10 جرام. عملنا الكميتين دولت نحطهم قد ايه؟ للتر ونص مية. حطينا كل ده في ازازة لتر ونص مية ودوبناها كويس ورقناها كويس. اهم حاجة الغطا الازازة يكون فيه ثقب بالمنظر ده، او انت متخوف ممكن نعمل ثقب بالشكل ده. ليه؟ عشان في غازات بتطلع فما يحصلش انفجار للزجاجه. ممكن تعملها في بوله بلاستيك او بوله ازاز زي ما انت عايز. طيب نسيبه قد ايه؟ نسيبه لمده مش اقل من 3 ايام في الصيف او اسبوع في الشتاء. نحطه فين؟ في البلكونه من تحت بعيد عن الاطفال عشان ما تلعبش بيه. ليه نحطه الفترة دي كلها يا باشمهندس؟ عشان الخميرة، تمام، تتغذى على السكر الجميل الحلو اللي عندنا ويديني النواتج. اما الناس اللي تيجي تقول لك 12 ساعة او 6 ساعات او 1 يوم، لا، احنا عايزين اكبر استفادة من النواتج بتاعتنا، فبنقعدها من 3 ل 4 ايام في الصيف، من اسبوع في الشتاء عشان درجة الحرارة. وعارفنا احنا نحطه فين. طب هنستعمله ازاي؟ هنستعمله زي جبنا كوباية المك بتاع الشاي البسيط الحلو، ونيجي ناخد من بعد التخمر ده ما يتم ملو كوباية على قد ايه؟ على ازازة تاني لتر ونص مية. يبقى احنا كده خدنا بعد التخمر بالايام حطيناها في الازازة بتاعتنا ونرجها ونستعمل على طول، مش هننتظر بقى حاجة تاني. يبقى احنا خدنا من المركز بتاعنا اللي احنا عملناه ونحطه. طب انا استعملت الكوباية دي، طب بقيت الازازة دي اعمل في ايه؟ ارميها؟ لا والله على حسب عدد النباتات بتاعتي.
طب ايه اقدر احتفظ بيها؟ ممكن اشيلها في التلاجة وتنفع ان انا استعملها مرة كل اسبوع عادي، صلاحيتها لمدة شهرين في التلاجة، بس نخلي الغطاء مخروم بالمنظر ده، ونعرف الاطفال الصغيرة ممنوع استعمال الحاجات دي. كده احنا خدنا الكوباية من الازازة، حطيناها في الازازة مية عادي، بنستعملها مباشرة من الحنفية، او الافضل ان احنا نسيبها لمدة بسيطة لمدة يوم ولا حاجة عشان يتطير الكلور منها، وبعد كده نستعمل. شايفين فرق اللون ده؟ المركز، وده لما عملنا التخفيف ده نستعمله. طب نستعمله ازاي؟ في بقى تركات مهمة قوي لازم نعملها. لو انا عندي القصيص بالمنظر ده، لما اجي اسمد من السماد بتاعنا المخفف، اجي احطه على حواف، على الحواف، يعني لما اجي اسمد احط على الحواف، ما احطش على النبات في النص. طيب لما اجي اسمد كل قد ايه؟ كل اسبوع في الصيف، كل شهر في الشتاء، وعلى حسب برضو كفاف التربة بتاعتي. ينفع فقط للنباتات المنزلية اللي على النوافذ، اللي على الشبابيك، اللي في البلكونة، اللي في الأسطح، بلاش النباتات التزيين الداخلي عشان ما تجلبليش الحشرات زي الناموس أو الذباب. ولما أجي أسمد دايما، لما أجي أسمد أعمل حركة حلوة، قبل ما أسمد أو قبل ما أروي لازم أعمل خربشة لسطح التربة. ليه؟ انتوا شايفين سطح التربة عبارة عن ايه؟ متصلب. فالخربشه دي بتعمل على تهويه التربة اهو، تمام. قبل كل ريه بنعمل الحركه دي، خربشه سطحيه، وبعد كده بسمد. طيب اسمد قد ايه؟ انسمد ازاي؟ اهم حاجه يكون عندي نسبه وتناسب. ادي عندي قصيص، انا كنزل السماد، بص بس كده نقطتين ثلاثة للقصيص الايه العشرة سنتي. طب لو 15 سنتي احط بالسرنجة او الابرة الطبية 2 سنتي، القصيص 20 سنتي احط 3 سنتي، القصيص 25 سنتي احط 5 سنتي. طب عندي برميل احط مج، طب عندي احواض، يعني نسبة وتناسب. اهم حاجة بعد ما سمت على طول اروي الري بتاعي، وعرفنا المقادير وعرفنا المواضيع. كده الحمد لله الموضوع بسيط وسهل، وعرفنا المكونات وعرفنا التركيبة وعرفنا التخفيف وعرفنا التسميد. طيب عايزين نضيف حاجات تانية؟ اقول لك اهدى علينا، ان شاء الله كل كام حلقة زراعة نتكلم على حلقة تسميد، عشان يكون عندنا تنوع في الاختيارات وعندنا فرص كتيرة اوي اوي اوي. اهم حاجة عرفنا النهاردة ازاي نسمد بالخميرة والعسل، نسمد بيه على مدار العام، صيف وشتاء، خريف ربيع، الرش بقى بالنسبة للرش، التخفيف اللي احنا خففناه نرش بيه في البخاخ على النبات. طيب بعد البخ بثلاث ايام اغسل النبات بتاعي، يبقى بعد الرش بالخميرة والعسل بالذات بعد ثلاث ايام اغسل النبات بتاعي بالمية. طب الرش يكون امتى يا باشمهندس؟ بلاش في الحرارة العالية، يعني قرب الليل، بلاش في الشمس المباشرة، قرب الليل يكون افضل واحسن. اتمنى تكون حلقة النهاردة حلقة مفيدة، وعرفنا فوائد الجميلة ان خلي بالك الخميرة والعسل بتنشط المجموع الجذري، بتنشط الشعرات الجذرية، بتدي للنبات خضار وروعة وجمال وطعامة ولذاذة. تحياتي لكم جميعا، وما ألف سلامة.